رسميا الاتحاد الافريقي لكرة القدم يقوم بسحب تنظيم كأس افريقيا لسنة 2025 من دولة غينيا. وبعد صدور هذا القرار سارعت السلطات العليا للبلاد وبقيادة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الى تقديم ملف خاص بخلافة دولة غينيا لتنظيم كأس افريقيا 2025. واعتمدت الدولة الجزائرية في هذا الملف على الملاعب الأربعة التي يتم بناؤها في الجزائر، والتي ستعطي صورة أخرى في حال تنظيم الجزائر لكأس إفريقيا، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قام منذ مدة بتأهيل ملعب وهران الجديد، وهو يعد من بين أجمل الملاعب المتواجدة حاليا في قارة إفريقيا. كان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قام منذ شهر ونصف بزيارة إلى الجزائر. قام الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمعية رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بزيارة الملاعب الجديدة التي يتم بناؤها، وبالتحديد ملعب براقي الجديد، حيث اعجب كثيرا رئيس الاتحاد الافريقي بهذا الملعب واعتبره من بين اجمل الملاعب المتواجدة حاليا في افريقيا. وقام كذلك بزيارة لملعب الدويرة، وكانت هذه الزيارة من اجل اظهار مدى جاهزية الجزائر لاحتضان كأس افريقيا لسنة 2025 في حال انسحاب او عدم جاهزية دولة غينيا. إضافة إلى ذلك، فإن ملعب تيزي وزو الجديد ما زالت الأشغال فيه متواصلة، ومن المفروض أن يكون جاهز في الأشهر القليلة القادمة. كل هذه الأمور تعطي أكثر قوة لملف الجزائر، خاصة وأنه في حال اختيار الجزائر فإن الاتحاد الإفريقي سيربح 6 أشهر إضافية بعد تنظيم كأس إفريقيا الذي تم تأخيره إلى سنة 2024. ففي حال نظمت دولة غينيا كأس إفريقيا لسنة 2025 فإن الكأس ستنظم في شهر جونفي، وهذا يعتبر عام واحد فقط بعد تنظيم كأس إفريقيا في الكوديفوار، وهو أمر صعب بالنسبة للاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا. ولكن في حال تنظيمه في الجزائر فإن الجزائر ستنظم هذه الطبعة في صيف 2025. هذا ما يجعل اللاعبين الأفارقة في عطلتهم السنوية، ويسهل لهم عملية الالتحاق بمنتخباتهم الوطنية. كل هذه الظروف تعطي المجال لقوة ملف الجزائر. إضافة إلى ذلك، فإن الجزائر ستحتضن كأس إفريقيا للاعبين المحليين في جونفي المقبل، هذا ما سيدعم ملفها أكثر، خاصة مع جاهزية ملعب 5 جويلية الأولمبي، إضافة إلى ملعب عنابة وكذلك ملعب قسنطينة. كل هذه الملاعب ستكون إضافة للملاعب الأربعة الجديدة، ما يجعل الجزائر قادرة على احتضان النسخة القادمة وبكل أريحية. ما نتمناه فقط هو أن تسارع السلطات العليا للبلاد وتضغط بكامل لوبيتها من أجل منح تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025 للجزائر. إلى اللقاء.